مساء الخير على حضرتك وكل التحية. ما الذي حصلت عليه الدول العربية في هذا الاجتماع المهم اليوم، وأيضا المملكة العربية السعودية في اجتماع الأمس بين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد سلمان مع الرئيس بايدن، وهل العلاقات السعودية الأمريكية عادت علاقة استراتيجية كما كانت من قبل أن تحدث هناك بعض الأزمات خلال العام الماضي والعام النصف الماضيين؟ ما الذي سيعود للشعوب العربية من هذا الاجتماع الذي تضمن 6+3+1 ما بين الدول مجلس التعاون مع الدول العربية مصر والعراق والأردن زائد الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا عن 13 مليون برميل الذي تحدث عنهم ولي العهد اليوم؟ هل هو قرار جديد أم هو قرار قديم؟ شكرا. أبدأ من النهاية. 13 مليون اللي ذكرها سمو ولي العهد هذا الطاقة الإنتاجية القصوى التي ستصل لها المملكة، وكان سمو ولي العهد هنا يشير إلى أهمية أن يكون هناك استثمار مستمر في توفر مصادر الطاقة الأحفورية ريثما نصل إلى الطاقات المتجددة، يعني مصادر كافية من الطاقة المتجددة في المستقبل لنصل إلى تخفيف الاعتماد على الطاقة الأحفورية. ولذلك نحتاج مثل ما قال سمو ولي العهد نهجا متوازن في تطوير منظومة الطاقة العالمية للوصول إلى الحياد الصفري. كلنا نعرف أن التغير المناخي يؤثر علينا ويشكل تهديد على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، لكن لا نستطيع أن نضحي بنمو الدول الاقتصادي بالذات الدول النامية التي تعتمد الآن اقتصادياتها. كثير من الدول الأفريقية والدول اللاتين أمريكا والآسيوية لا تستطيع التحول السريع إلى الطاقة المتجددة، ومسارها التنموي يتطلب الحصول على طاقة أحفورية بأسعار مقبولة، ولن يكون هذا متاحا إن لم نستمر في المدى القصير والمتوسط الاستثمار في مصادر الطاقة الأحفورية، وفي نفس الوقت تطوير آليات مثل ما ذكر سمو ولي العهد في كلمته آليات استفادة من هذه مصادر الطاقة الأحفورية بطرق نظيفة تخفف العبء على الكوكب وعلى البيئة. لكن إذا لم نستثمر الآن سوف نرى ارتفاع كبير مستقبلا في أسعار الطاقة، لأن لن يكون هناك طاقة كافية متوفرة. أنا أقول لك المملكة تستطيع الوصول إلى 13 مليون، لكن بعد عدة سنوات لن يكون هذا كافيا، لأن لن يكون هناك طاقة أحفورية كافية ولن يكون هناك بعد طاقة متجددة كافية، وهذا سوف يترتب عليه مثل ما ذكر سمو ولي العهد تضخم كبير، أزمات اقتصادية يعود أثره بالمقام الأول على الدول الأقل نموا. يعني نحن نتكلم عن أنه التغيير المناخي ممكن يؤثر على مئات الملايين من الأشخاص في العقود القادمة من ناحية ارتفاع البحر وإلى آخره، وهذا حقيقي، لكن في نفس الوقت لازم نستشعر أن حدوث أزمات اقتصادية وتضخم وارتفاع كبير في الأسعار يجعل مئات الملايين ممكن آلاف الملايين من الشعوب في البلدان الأقل نموا لا يستطيعون أن يحصلون على الغذاء. هذا أيضا أمر إنساني خطير، فلا بد أن يكون هناك مثل ما ذكر سمو ولي العهد نهج متوازن. وهذه كانت رسالة يعني من المملكة العربية السعودية على لسان سمو سيدي ولي العهد، أننا نحن نعمل ما نستطيع ونحن نتصرف بمسؤولية، نزيد قدرتنا في النفط لكن أيضا نستثمر بشكل كبير في ظل رؤية 2030 في الطاقة المتجددة وفي الهيدروجين الأخضر ووسائل نقل الطاقة المتجددة. كل هذا يعني المملكة تعمل ما عليها، لكن هو كان نداء من سموه أنه على العالم أن يعمل عليه. هنا يعني يبدو إشارة أن هناك سياسات متبعة من بعض الدول تحد من الاستثمار في الطاقة الأحفورية، بل يعني تضغط على من يوفر لها رؤوس الأموال، وهذا يعني باعتبار نعلق ناقوس الخطر أنه إذا استمرت هذه السياسات قد نصل في وقت من الأوقات إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، لأنه الطاقة السبير كاباسيتي لن تكون متوفرة. هذا هو الخطر الحقيقي الذي نخشاه. نأمل أن لا نصل إلى هذه النقطة، لكن لابد أن نحذر منها. بالنسبة لما يعني حصلنا عليه، أولا أعتقد يظهر جليا نضوج منظومة العمل العربي المشترك في هذه القمة. الحقيقة يعني الدول العربية أصبحت الآن تتعامل مع ملفاتها بنفسها
وتضع أجندتها بنفسها وتحاور الجميع من هذا المنطلق. وهذا في البيان الذي سيصدر سيكون واضحا، وأعتقد كان واضحا أيضا من كلمات القادة، كان هناك إيضاح أن نحن نعرف ما نريد ونعرف كيف نحققه، ولدينا طموحات كبيرة. كل القادة حقيقة يعني لما نركز في كلماته، سواء سمو العهد أو جلالة الملك الأردن أو فخامة الرئيس السيسي، حتى دولة رئيس وزراء العراق، سمو العهد الكويت، ملك البحرين، كلهم يعني سمعنا في كلماتهم هذا النهج، أنه نحن نعرف ما نريد ونعرف أننا مسؤولين لتوفير حقيقة مسارات الازدهار والنمو لمجتمعاتنا، لا ننتظر أحد أن يحقق هذا لنا، ونحاور العالم على هذا الأساس. وكان هناك يعني مبادرات مهمة يعني أشير لها في بيان، لكن هي ليست حقيقة مبادرة نابعة عن هذا المسار، منها الربط الكهربائي بين منظومة الخليج وبين المملكة العربية السعودية والعراق، هذا أمر عملناه مع بيننا، الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية ومصر، الربط الكهربائي بين الأردن، كل هذه مبادرات قامت بها الدول العربية استشعارا منها أن مستقبلها في يدها. فأعتقد أهم ما يتبرزه هذه القمة نضوج دولنا ووصولها إلى مرحلة وضع ليس فقط أجندة المنطقة، لكن المساهمة في وضع الأجندة العالمية حفاظا لمصالحها ومصالح شعوبها.